في مواضيعنا لليوم، الموضوع اللي شغل بال العديد من الفلسطينيين مؤخرا حول ارتفاع أسعار السلع اللي موجودة في السوق الفلسطيني. شريحة كبيرة من الفلسطينيين اشتكوا ارتفاع كبير على أسعار السلع خلال الفترة الماضية، الأمر اللي زاد من الأعباء المالية على العائلات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرينا بها من بعد جائحة كورونا واللي عاشتها البلاد كاملة. ينضم وإيانا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ بسام فريج، مدير دائرة حماية المستهلك في طول كرمة. يسعد صباحك أستاذ بسام. الله يسعد صباحكم يا رب، ويسعد صباح المستمعين الكرام. صباحك بكل الخير. يعني مؤخرا شريحة كبيرة من الفلسطينيين بدأوا يشاركوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كافة عن ارتفاع الملحوظ بأسعار السلع اللي موجودة بالسوق الفلسطيني. ما الدور الرئيسي في حماية المستهلك في ظل هذه الشكوى من قبل مجموعة كبيرة من الفلسطينيين؟ يسعد صباحك في البداية. طبعا هو الارتفاع في الأسعار لا يقتصر على الأسواق الفلسطينية، الارتفاع صحيح. هو ارتفاع عالمي. احنا بدورنا في حماية المستهلك بأن يعني رقابة على مدى توفر السلع في السوق ومتابعة لتغيرات الأسعار على هاي السلع حتى نتأكد من انه الارتفاع يتناسب او يعني ضمن المعادلة مع الارتفاع العالمي، ما يكون في هناك احتكار. بالتالي احنا يعني من خلال جولات الميدانية ما حسينا انه ما في نقص في سلعة معينة، ولكن في هناك ارتفاع في الاسعار مزبوط. وهذا الارتفاع مثل ما انت عارف والكل عارف هو ارتفاع لا يقتصر على التاجر او السوق الفلسطيني، بل هو مرتبط بارتفاع عالمي لهذه السلع. يعني أستاذ بسام، العديد من الشكاوى كانت بتحكي أنه الارتفاع كان على الطحين، السكر، الأرز، الملح، المكسرات والمعلبات. هاي الأسباب كلياتها مثل ما ذكرت هي أسباب عالمية، ولكن هل يا ترى ممكن يتم الحديث في الأيام القادمة عن ارتفاع في أسعار سلع أخرى غير ما ذكر وغير ما حاليا تم رفع سعره؟ طبعا مثل ما أنت عارف يمكن إحنا أساس احتكاك الناس مع السلع التموينية بشكل يومي هم بلحظة الارتفاع، ولكن في كثير من السلع ارتفعت أسعارها، يعني في قطاع الإنشاءات، في كثير من القطاعات تم ارتفاع، ولكن مش كل الناس لهم احتكاك مع هاي القطاعات فما شعروا في هاي الارتفاعات، ولكن الارتفاع هو بيشمل كافة القطاعات، لأنه يمكن قد يكون السبب الأساسي للارتفاع هو النقل وبلد المنشأ لهي السلع. فلهيك يعني صار ارتفاع على كافة القطاع لا يقتصر على قطاع واحد. يعني يعني في ظل هذه الارتفاعات كحماية مستهلك وخاصة في طول كرمة، ما دوركم في متابعة هاي الارتفاعات بشكل عام؟ احنا دور الاساسي ان بكون في عملية اشهار الاسعار، يجب على كل تاجر اشهار سعر السلعة على الرف حتى يتمكن المستهلك من حرية الاختيار بين السلع وبين التجار، وفتح او حتى تكون في هناك منافسة بين التجار من خلال اشهار الاسعار. والدور الأساسي الثاني اللي احنا بنركز عليه انه ما يكون في هناك احتكار للسلع، ما يصير في عملية احتكار حتى يستغلوا ارتفاع الأسعار. ومثل ما احنا دائما بنحب نأكد من خلالكم على الرقم المجاني للشكاوي، لان الـ 129 بإمكان اي مواقع بتعرض لعملية غبن او غش او تلاعب في السعر او انه يبيعوا سعر غير السعر المعلن، بيقدر يتوجه لنا واحنا بدورنا مباشرة نتحرك على هاي المواضيع. يعني أستاذ بسام ذكرت لنا أنه بيتم متابعتكم للإشهار بالأسعار، ولكن بالفترة الأخيرة سمعنا كثير عن عروض بيتم عرضها بالمحلات التجارية، عروض يمكن فعليا هي مش يمكن هي فعليا مغرية للمستهلك. كيف بيتم فعليا متابعة حماية المستهلك للتواريخ خاصة والتأكد من أنه هاي السلع غير منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء؟ يعني موضوع الرقابة والتفتيش وعندنا الجولات يومية، يعني احنا ضمن هي شارفت على الانتهاء لا يعني منع تسويقها، وبالتالي ضمن بسمهور العروض بتصير يعني بالغالب على مثل هاي السلع اللي هي شارفت على الانتهاء. دورنا احنا التأكيد على سلامة السلعة حتى وان كان تاريخها قريب من الانتهاء. أستاذ بسام، إحنا بنحكي عن ارتفاع في الأسعار، ممكن مجموعة كبيرة من التجار يقوموا برفع السلع غير المذكورة
تمام. كمواطن أنا توجهت لتاجر وشفت كثير ارتفاع بالأسعار أو فرق كبيرة، ممكن تكون الحجة له إنه ما هو في ارتفاع أسعار، أنا كمواطن شو ممكن أعمل بهذا الموضوع؟ كيف أتوجه وفعلا أقدم شكوى ويتم متابعتها ويتم المتابعة شخصيا أو مباشرة مع التاجر؟ يعني إحنا حتى يعني نحط حد لمثل هاي الشات، قاعدين بنفكر الوزارة عنا تعمل مثل قائمة أسعار استرشادية يكون فيها هناك سقف سعري حتى ما يتم المغالاة. بس إذا يعني مثل ما ذكرت لك قبل شوي، إحنا بنركز على إظهار الأسعار المشهرة على السلع حتى المواطن نفسه يتمكن من حرية الاختيار بين السلع بين التجار. التاجر اللي بده يحط سلعة يرفع سعرها إذا هي مش محتكرة، أكيد في عند تاجر ثاني نفس السلعة بسعر أقل. فبالتالي يعني إشهار الأسعار إحنا مركز عليه، قلت لك حتى إنه نفس المواطن يقدر يختار السلعة من المكان المناسب له. في ظل هذا التخبط لدى المواطن والمستهلك، ما نصيحة حماية المستهلك للمواطن عند الشراء وعند التوجه للسوق من أجل التبضع وشراء العديد من السلع وخاصة المرتفعة أسعارها مؤخراً؟ هي نتمنى السلام للجميع، وطبعا هي ظروف إن شاء الله أنها تكون عابرة ما تطول قصة الغلاء اللي قاعد يصير، لأنه فعلا الأوضاع الاقتصادية والحال اللي بمر فيها المواطنين صعبة إنه حاليا برضو تيجي في ارتفاع الأسعار. ولكن احنا دائما نصحنا بنأكد على يعني إنه يأخذ من مكان اللي فيه إشهار أسعار حتى ما يقع في غبون، يتأكد دائما من السعر اللي مطبوع على الفاتورة اللي بفضها، من السعر اللي موجود على الرف، لأنه في مرات بيجينا حالات إنه السلعة يكون عليها سعر وعند الحساب يكون في سعر ثاني. أكيد يعني هاي نصائح موجهة من حماية المستهلك لكافة المستهلكين في السوق الفلسطيني، بنتمنى فعلا تنتبهوا على موضوع الشراء لمجموعة كبيرة من السلع. أكيد كل الشكر لي الأستاذ بسام فريج مدير دائرة حماية المستهلك في محافظة طول كرم، اللي أطلعنا على العديد من النصائح والسبب الرئيسي والأساسي وراء هذا الارتفاع اللي العديد من الفلسطينيين كانوا عملهم بيشكوا مؤخرا من ارتفاع ملحوظ على أسعار العديد من السلع. كل الشكر للأستاذ بسام فريج.